بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لسه مع مسائل كود سيجنال. المسألة الحالية هي ميك أري كونسكتيف. الأري كونسكتيف إيه الخصائص بتاعتها؟ الخصائص بتاعتها إن أنت لما بتعد بفرق ستيب واحدة، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة كده. فلو في فرق ما بين رقمين يبقى كده في أرقام ناقصة. هو مدي مثال هنا إن معاك 6 2 3 8، بعد ما بترتبهم هتبقى 2 3 6 8 بعد الترتيب. يعني 2 3 ماشي، بعد 3 4 كده معايا رقم ناقص، بعد 4 5 كده رقمين، بعد 5 6 6 موجودة ماشي، بعد 6 7 7 برضو مش موجودة، فكده 3 أرقام 8 بس. فأنا كده الريزلت بتاعتي إن أنا فاضل 3 أرقام عشان أضيفهم من الأري دي عشان تبقى consecutive. تمام. إذا نحل المسألة دي في أكتر من حل. الحل الأول أو اللي جه في بالي يعني إن أنا ممكن أسورت الأري دي وبعد كده أقارن ما بين كل رقمين وأشوف الستيب ما بينهم، هل هي واحد؟ لو هي واحد يبقى تمام كده، مش هكاونت حاجة. يعني أنا معايا كاونتر مثلا، الكاونتر ده ما بين الاتنين والتلاتة هنا مش هيكاونت حاجة لأن دي ستيب واحدة. ما بين التلاتة والستة المفروض يكاونت كام رقم؟ المفروض يكاونت رقمين اللي هو الأربعة والخمسة. طيب يعني 6 ناقص 3 هيديني 6 ناقص 3 هيديني 3، و3 ناقص 1 هيديني 2 اللي هما رقمين. طيب خلينا نكمل. ستة ما بين الستة والتمانية فاضل كام رقم؟ كام رقم؟ الفرق ما بين 8 و6 رقمين، ورقمين دول ناقصت منهم واحد هيديني واحد اللي هو الرقم اللي فاضل. تمام. فأنا معايا الفور لوب بتاعي int i add ده الفور لوب بتاعي اللي هيخليني أكاونت الفرق ما بين كل رقمين. أنا هسمي الفرق ما بين كل رقمين جنب بعض def يساوي i ناقص i ناقص 1، والكاونت هنا هنعرف الأول الكاونت امتى هيزيد. الكاونت هيزيد لما الفرق ما بين الرقمين اكبر من واحد، فلما الدف اكبر من واحد خد الدف ناقص واحد، غير كده ما تزيدش، غير كده يعني اوريدي انت متتابع تاني. أو الستيب ما بينك وبين الرقم اللي بعدك واحد، أنا ما تزودش حاجة. بعد كده أرجع الكاونت. تمام، حل تمام والتست بس خلاص. في حل تاني. الحل التاني ده يعتبر نوميريكال شوية، وفكرته ببساطة ان كومنت ده برضو لازم اسورت الاول قبل ما يعني قبل ما اروح للخطوه اللي بعدها في الحل ده، لان هو بيعتمد على ان الاري دي سورتد. تمام. طيب ايه الحل بقى؟ هنقول برضو 2 3 6 8. انا لو جبت الفرق ما بين اخر رقم واول رقم، 8 ناقص 2 هيديني 4، 8 ناقص 2 هيديني 6، و6 زائد 1 ناقص عددهم، هم عددهم 4 صحيح، هيديني 3 اللي هو الحل برضه. هي الفكرة كلها ان انت
معاك اكبر رقم ومعاك اصغر رقم، دول بيدوك لو الفرق ما بينهم بيدوك اللي ما بينهم بس لما بتزود عليه واحد، تمام؟ وانت اوريدي معاك كده كده معاك عددهم، فانت لما بتطرح الفرق زائد واحد من التوتال اللي موجود معاك هيديك بقى اللي ناقص كام. بس ده هو الحل التاني. طيب تعالى كده نشوفه. return ده آخر رقم اللي هو المفروض أكبر رقم، ده أول رقم اللي هو أصغر رقم، زائد واحد ناقص حصل ايه؟ طيب في مشكلة، أنا مش عارف تستون مش عارف المشكلة في ال المشكلة كانت هنا آخر رقم اللي هو اللينث ناقص واحد. تمام، و تيست فاست والدنيا فاضية قشطة. نعم سمت وده كان حل المسألة بس كده. السلام عليكم.